فرقة موسيقية تفاجئ ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل في البترون وتزفهما مجدداً. مقطع فيديو حديث المتابعين. مرة جديدة تصدر اسم الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني حديث المتابعين بعد عودتها من شهر العسل في المالديف برفقة زوجها كميل أبي خليل، حيث راحت تجول في مختلف المناطق اللبنانية وتلتقي الناس في الشوارع الذين رحبوا بها على طريقتهم الخاصة. وفي الساعات القليلة الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ماريتا وزوجها كميل خلال جولتهم في البترون، حيث فاجأتهما فرقة موسيقية مؤلفة من عدد من الشباب والشابات الذين راحوا يعزفون أغنية مبروك للفنان اللبناني رامي عياش ليزفوا العروسين مجدداً. POV. Your sister just got married. الفيديو لاقى تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين عبروا عن حبهم الكبير لهذا الثنائي وتمنوا لهما حياة سعيدة مليئة بالحب والفرح. هذا وكانت انتشرت في وقت سابق مجموعة صور ومقاطع فيديو تظهر لحظة وصول العروسين ماريتا وكميل إلى لبنان واحتفالهما مع العائلة بعد عودتهما من شهر العسل الذي أمضياه في المالديف. وقد لاقى الثنائي استقبالاً حافلاً في منزل والد ماريتا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حيث سيطرت أجواء الفرح على المكان إذ استقبل كل من ماريتا وكميل بالأغاني والورود. إلى ذلك انتشر مقطع فيديو آخر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كولات الحلاني والدة ماريتا وهي ترقص مع زوج الأخيرة بطريقة لافتة، إذ تفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل واسع معربين عن سعادتهم بفرحة كولات العارمة. الجدير ذكره أن ماريتا وزوجها توجها إلى المالديف لقضاء شهر العسل، حيث حرصت على مشاركة متابعيها وجمهورها أجمل اللحظات والأوقات التي تمضيها مع زوجها ضمن أجواء هادئة ورومانسية وبين أحضان الطبيعة الخلابة. قولولو قولولو كل ليلة عم حنلو وحكولو وحكو. وقد نشرت ماريتا على حسابها عبر إنستغرام مقطع فيديو من المالديف يظهر لقطات مختلفة لها، حيث كانت تمضي وقتاً ممتعاً لترفق الفيديو بأغنيتها الجديدة حبيبي الحلو التي أطلقتها يوم زفافها وقدمتها بمثابة هدية لزوجها معبرة عن حبها الكبير له.